وتعالي ندعي الدعاء ده لنا، وهو دعاء مجرب في أحوال الشدة، في تفريج وفي كتير من الفتح من الله سبحانه وتعالى. نقول: يا من تودد إلي في الأزل وأنت على إمدادك لي لم تزل، أسألك أن تكسوني بعطفك فلا أتوجع، وأن تثبتني باليقين فلا أنهدم ولا أتصدع، وأن تعاملني بجميل حنانك فلا أجزع، وأن تسكنني في حصن أمانك فلا أفزع، وكن لي على الدوام مؤنسا، واجعلني بفضلك في حضرة قربك على مقعد محبتك على الدوام جالسا. يا واسع يا ودود يا ذا الكرم والجود. إذن يا سادة، خلينا مع حضرة النبي وفي إيد حضرة النبي، وكرروا هذه الأدعية عشان تفتح صدوركم، ونقول لصاحب الوجه الكريم: وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. جملنا يا رب بجمالك، واجعلنا في صحبة كامل الجمال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب اجعلنا دائما في حضرتك وفي صحبة حبيبك النبي بالنور والجمال. يا جميل يا ودود يا رب العالمين.